من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أهل بيت رسول الله فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياته نزل ذكره. اللهم صل على محمد طهرون نقية ثيابهم تجد الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما برأ خلقا فأتقنهم صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. يا كل آيات الجمال تأطري بالحسن في أجلالها المنظري واستقبلي وهج السرور ونبضه ومن الصلاة على النبي تعطري ومن الورود القانيات حلاوة لفي ومن عبق البخور تبخري. حي الملائكة في السماء ورحبي حي الملائكة في السماء نور الإمام الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الولاية والجلالة والهدى نور الولاية.
من لا كفر حريا علمه الحسن التقي أصال من منبع العصر الشريف أجدري عن كابر عن كابر عن كابر حتى بلوغ الغيف المستثري. الله صل على محمد يا ابن المبشر والبشير محمد يا ابن المبشر وابن البتولة فاطمة وسليمها وابن الحسين هاشم الأطهري وابي الإمام القائم المنذور فيه كان في العناية الزمان المنبري نشر العلوم السامرات وكان في أفضاله مثل السحاب المسحري. الله صل على محمد هي كلمة وبعد ما عيد هي كلمة وبعد ما عيد جنة من غير الحسن ما ريدها وجنة من غير الحسن ما ريدها هي كلمة وبعد ما عيدها جنة من غير الحسن ما ريدها هي كلمة وبعد ما عيدها جنة من غير الحسن ما ريدها جوابك هي كلمة وبعد ما هي كلمة وبعد ما عيدها جنة من غير الحسن ما عيدها هي كلمة وبعد ما عيدها جنة من غير الحسن ما عيدها جينا اليوم نهني المنتظى عسكري على الأمة ظهر جينا اليوم نهني المؤتمر عسكري نور على الأمة ظهر جد حيدر علي فارس مظهر بدعايات المجد يتليها بدعايات المجد يتليها هي كلمة بعد ما جد حيدر علي فارس مظهر بدعايات المجد يتليها بدعايات المجد يتليها هي كلمة بعد ما عيدها جنة من غير الحسن ما عيدها جنة من غير الحسن ما عيدها هذا جد يا رسول الله الأمين وعلى الكرب امير المؤمنين ولد هل قرت لنا والسماء فرحت لجلوانيها والسماء فرحت لجلوانيها هي كلمه بعد ما عيدها جنه من غير
يتطلع على الأمور الشاد يتلو القرآن في مهد سجاد رب إمام ما عباد هذا نهج ابن هاديها هي كلمة وبعد ما عيدها جنة من غير الحسن صار الأكوان أبو المهدي الشيع كل حفلنا علقنا أحلى شمع شجرة فيها نلود ونجتمع شيعة اليوم نجن هنيها شيعة اليوم نجن هنيها هي كلمة وبعد ما عيدها جنة من غير الحسن صاريها يا ربي يبجاهك يا مهدي العجل انت لها انتظار الفرج من خلال هذه الرواية المباركة قد أكد الإمام العسكري عليه السلام على قضية الإمام المهدي أرواحنا لتراب وأجله الفداء بشكل واسع وبين ما هي غيبة الإمام وكيف يمكن انتظار الإمام في غيبته المباركة حيث أن الإمام أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والخلف الصالح الذي وعد الله به الأمم ويجمع به الكلم الإمام العسكري عليه السلام مهد إلى غيبة الإمام حيث أن الشيعة راح تمر بمنعطف خطير أول مرة في تاريخ الإمام يمر على الشيعة ويمر زمان بحيث أن الإمام يكون غائباً عن أعينهم إلا أنه موجود لأن الأرض لا تخلو منه وكما ورد في الرواية لو خلت الأرض من حجة لساخت بأهلها الناس متعودة بالاتصال المباشر في كل عهد عمر وهذه قضية جديدة في تاريخ التشريع من المحتاج من الناس تأتي إلى الإمام ويحل مشاكلها والإمام يدود عن أصحابه وهذا اللي كان يجري يزدحمون حوله يتزودون من بركاته من علمه من فوائده اللي عنده مشكلة حلها الفقير أعطى المديون سد الإمام يدود عن أصحابه هكذا جميع ديدن الأئمة الطاهرين الآن الإمام يشتغل الناس متعودة بالاتصال المباشر بالمعصوم وزمان الغيبة يعتبر انفصال الأمة
بشكل ظاهر عن الاتصال بالمعصوم. معتاد على هذا، حتى لو كان الإمام وراء حاجي، كان وراء سيد، حتى لو كان في السجن الإمام العسكري، كان هو النبض والقلب النابض إلى هذه الأمة، يقود الأمة وهو من داخل. وش قد واحد قصد الإمام العسكري وكان الحال عند الإمام مؤرخ 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 قد قضية مثلا ولي أبو هاشم الجعفري، هذا أبو هاشم الجعفري عصر الإمامين العسكريين، يعني الإمام والإمام العسكري، ولي قضايا ما شاء الله من الأمور. هذا يوم من الأيام كان أبو هاشم الجعفري في سفر، كانوا في الصحراء ويا الإمام العسكري، وإذا ذكر أبو هاشم الجعفري دين قد حل عليه وما عنده، ما إلى من جاء إلى الإمام العسكري. يقول الإمام نزل من على غلبته، أخذ قضيبا وحطه في الأرض، ثم قال يا أبا هاشم خذ واكتم. يقول أخذت الإمام فتحتها وإذا بها سبيكة من الذهب. بعدها رجع وصب السير، تذكرت أن فصل الشتاء قادم، مثل هالأيام يعني على أبواب فصل الشتاء. يقولوا ما عندي بعد العمر اللي تكفيني لهذا الفصل، ملابس تداء. فشكوت هذا الحال إلى الإمام العسكري، يقول نزل ثانية الإمام وأخذ قضيبا وخط في الأرض، ثم قال يا أبا هاشم خذ واكتم. يقول أخذت من يد الإمام وإذا بها سبيكة من الفضة. كلام كلام إجا الآن أبو هاشم وما بحاجة إلى سبيكة الذهب ولا الفضة. يقول بعت لسبيكة الذهب فوجدتها تمام الدين، نفس الدين اللي يطلبه، وإذا هو قيمة مقابلة لسبيكة الذهب، لا درهم ناقص ولا درهم زايد. يقول ثم بعت تلك السبيكة من الفضة وأخذت احتياجات عيالي وأطفالي من فصل الشتاء، وإذا بها تمام الاحتياجات، لا درهم ناقص ولدهم زائد. كل هذا ببركات الإمام العسكري من رسول الله إلى قسم محمد. الله صل على محمد وآل محمد. شاهد من الناس متعودة على الاتصال المباشر بالمعصوم والإمام يدود عن أصحابه. زين سؤال، كيف مهد الإمام العسكري عليه السلام إلى قضية غيبة الإمام؟ تعالى طبعا الإمام اتخذ أمرين متوازيين. شنو هالأمرين في إعداد الأمة لغيبة الإمام؟ الأمر الأول وهو الإعداد الفكري والذهن. وإذا استعرض فكرة الغيبة وطبقها على ولده وأمر الناس بأن يؤمنوا بالإمام وأن يتمسكوا بولده الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا نوع من أنواع الإيمان بالغيب، الإمام المهدي، ونوع من أنواع الإيمان بالغيب وهو من أفضل أنواع الإيمان، والذي يدل على تقوى صاحبه، على تقواه وتعلقه وارتباطه بالإمام وبالله عز وجل. زين الإمام شلون استعرض فكرة الغيبة؟ من خلال عدة روايات، في كل فرصة أتيحت يبين ترى الإمام اللي راح يكون من بعد
راح يكون له نعيم. باقي أئمة يكون موجود. صحيح مثلا أنت تشوف في عهد الإمام كامل عليه السلام أو الإمام الرضا كانت ولادة متأخرة وكانت الناس تظن أن الإمام الكاظم عقيم. الإمام الرضا ما أعلن إمامة أربع سنوات موجود مو غائب، ولكن هذا كان بأمر من الإمام الكاظم ووصية. هناك عدة أسباب وهذا أن سيف هارون كان يقتل دمه، وشلون الإمام يتولى زمام الإمامة في ذلك. لكن هذه المهدة وفترة طويلة أن يكون الإمام المهدي قائما غير حقا أمام أعين الناس. يجد إمام قال إن من الأرض لا تخرج حجة إلى يوم القيامة. هذه قاعدة لا يمكن تغييرها. ثم قال إن هذا حق كما أن النهار حق. ثم قال بأبي وأمي الإمام الأسمي يقول أمر الله له الغيب يحار بها الجاهلون ويكذب الغواتون ويشكك المبطلون فكأني به يظهر من نجف الخوف وكأني بالرايات البير تخفو فوق رأسه. لأن الإمام صحيح يطلع من معكم لكن وين محل وين محل ركوس الإمام؟ يكون محل ركوس الإمام وين بالكوفة. ولذلك وردت روايات عند عدة إنجازات في الكوفة. من ضمن هذه الإنجازات شايف أنت مسجد السهلة؟ وإذا يعين بيت مال المسلم بعد يبني مسجدا له ألف باب. تقول الرواية إذا قام قائم آل محمد أشرقت الأرض بنور ربها. يضيف صاحب البحار ولا يحتاج الناس إلى ضوء الشمس إلى أن يقول سيبني مسجدا له ألف باب. لأن الإمام يقول يطلع إلى مسجد الكوفة وشايف المسجد الضخم فيصلي بالناس. هذا المسجد يمتلي عن بكرة أبي من المصلين فيطلع إلى الغريب فيخط مسجدا له. بعد يحكم بحكم الله الغيب حكم داود عليه السلام. يعني ما يحتاج إلى غيره، يعني ما يحتاج إلى شاهد، يقيم الحل مباشرة. بعد يفسر القرآن الكريم تفسيرا واقعيا. شلون يعني تفسيرا واقعيا؟ يعني تفسيرا حقيقيا باطنيا. يعني واحد يقول هذه التفاسير موجودة عندنا يعني ما هي صحيحة كل هذه التفاسير الموجودة تفاسير ظاهرية إلى القرآن. أما الإمام يفسر القرآن تفسيرا واقعيا. يرتب الآيات حسب النزول. شلون يعني؟ ولذلك علماءنا يعلقوا على هذه المسألة يقولوا القرآن هو القرآن، الآيات هي الآيات، ولكن ترتيبها حسب المدة الزمنية، حسب المدة والحقبة الزمنية اللي نزلت فيها الآية المباركة. على كل حال إذا هذا الإعداد الأول الذي قام به الإمام العسكري عليه السلام للإعداد لزمان الغيبة وهو الإعداد الفكري والذهني. بعد بشكل سريع السلام وطلع عليكم حتى بس نفعل المجلس شوية ارفع أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت ولا كملت؟ يلا ما أطيب هذه النقطة بشكل سريع.
الإعداد الموازي الإعداد الذكي حتى لو بينه الإمام العسكري إجا وبين اليوم ترى ولدي ترى اللي من بعده راح يكون غائب لا بد له من الإعداد النفسي والروحي الإعداد النفسي إلى دور اليوم يعني متعودين إيش قد 100 سنة كل إمام موجود فجأة هالإمام غائب بعد انتهت مسألة إنه صغير آمنا أن إمام هو إمام صحيح الآن الإمام المهدي عمره 5 سنوات إحنا آمنا أن صارت هم قضية وهم هوسة في زمان الإمام الجواد والإمام الهام انتهى هذا الآن قضية ثانية إمام صغير وهم غائب كيف أعد عن نفسياً لهذا الأمر؟ الإمام العسكري فعل نظام الاحتجاج كان من قبل الإمام الهادي الإمام الهادي عليه السلام كان يحجب الإمام العسكري بين الحين والأخرى ولذلك الناس كانت تظن أن الإمام الذي من بعد الإمام الهادي هو الإمام العسكري أخي محمد ظهر الإمام العسكري بعد أن مات أخي محمد وفعلا ظهر الإمام العسكري فعل نظام الاحتجاب إلى نفسه يريد يعود الناس على أن لا يتصلون مباشرة بالمعصوم. زين سؤال وأختم. بماذا عوض الإمام العسكري عليه السلام الناس إذا احتجت؟ هذه قضية جديدة ليس لك عوضهم بأمرين. الأمر الأول فعل نظام الوكلاء مثل ما كان موجود. عند بعض الآباء والأجداد نظام الوكالة خصوصا في تلك الفترة توسع النطاق الجغرافي للشيعة والمحبين جعل له بعض الوكلاء ممن يزيدهم ممن ينيبون عن المعصوم يستلمون الحقوق الشرعية يجيبون على بعض المسائل وهكذا بعد فعل نظام التواقيع والمراسلات نظام الوكالة صاروا ذولاك الوكلاء هم حلقة الوصول بين الأمومة الإمام نظام المراسلات هو نظام عبارة عن كتب ورسائل بينهم وبين الشيعة المحبين ولذلك أكثر الروايات الواردة عن الإمام العسكري ما هي رواة عن رواة يعني أكثرها تواقيع مباركة من الإمام العسكري وها هو بأبي وأمي قد أشرق نوره المبارك ونحن في مثل هذه الأيام يبارك إلى مقام صاحب العصر والزمان وشبيه القرآن وقاطع البرهان وإمام الأمس والجان ذكرى ولادة أبيه الإمام الحسن العسكري بن رسول فالعشق زيف والغرام توهم اشرح البيت لو لا يقول ان لم يهن حب المحب هوى بهم فالعشق زيف والغرام توهم يعني اذا انت تحب وتعشق اي واحد حبك هذا
وعشقك دون حب أهل البيت ما يسوى كل الثواب. هم علة الإيجادهم هم سر الوجود وما الوجود سواهم إن لم يهب حب المحب والمنور فالعشق زيف والغرام توهم يا شيات الكرام قروا أعيننا فالخلد مأواهم وطاب المغنم وإذا تعالى المدح لحن المطربا صلوا على النبي وسلموا متوددين إن مر ذكر المصطفى في محفل تفهم هالبيت أو لا أدم الصلاة على النبي يا ما نطول عليكم وان شاء الله ما نقصر ويانا على الكوثر وعلى الكوثر وعلى الكوثر ما وقع صك الحسن يتحسى ما وقع صك الحسن يتحسى على الكوثر وعلى الكوثر وعلى الكوثر ما وقع صك الحسن يتحسى ونبينا المختار من نور هادينا ونبينا المختار على الكوثر على الكوثر على الكوثر ما وقع بصدق الحسن يتحسى ما وقع بصدق الحسن يتحسى اهوى الحسن سيد انس والجنة وبيوم يوم الحشر هو الذي يضمن ندخل جنان الوارث ونتهنى ندخل جنان الوارث ونتهنى على الكوثر وعلى الكوثر وعلى الكوثر ما ودع صدق الحسن يتحسى اسمع ارفعتها للفاطمه هالنور ارفعتها للفاطمه هالنور ميلادي بالهل عسكري مسرور
مشهورة نزلت ملائكة السماء مبهورة من غطى نور العسكر المعمورة من غطى نور العسكر المعمورة ما وقع الفك الحسن يتحسى ما وقع الفك الحسن يتحسى ما رفعت هاني الحيدر ابن لاده بالعسكر ريت عمت حساده هذا الصبط معروف كل هرجاده طيب وكرم الله الخلق نزاده الخلق نزاده وعلى الكوثر وعلى الكوثر وعلى الكوثر وعلى الكوثر وعلى الكوثر ما وقع صدق الحسن يتحسى ما وقع صدق الحسن يتحسى يقول فرح لك فرح لك لك المحب لجلك فرح لك فرح لك حمام أصبح دليل وهان فرح لك سفر لأرض العسكري ألوان فرح لك من عادك أني أهل الحمية ميلادك هاد اهل الحمية ميلادك هاد اهل الحمية وراضيك انا حنيت التراب عجبتكم العبودية ولا لا؟ قولوا عيد مو ما عندكم عيد بس فاعش قال وراضيك وراضيك أنا حميت التراب وراضيك وراضيك أبي العسكري يمه وراضيك لجوابك إذا زعلان خذ روحي وراضيك إذا زعلان خذ روحي وراضيك وراضيك أخذ عمري ولا تزعل علي أخذ عمري اللهم صل على محمد وآل محمد لما حملت سيدتنا حذيفة وسوسة بمولانا ومقتدانا الإمام الحسن العسكري and the charge
وجمالا إلى جمالها وحسنا إلى حسنها ببركات ويخرج منه النور على وهو نور من السور لله الصلاة تتابعت أيامها وشهورها ولياليها بالحمل وكان حملا خفيفا عليها هذا والأنوار تصبح من كل حلب وصوب الهواتف تبشرها وتقول أفلح من صلى على الرسول الرسول يا مستمعين الرضا صلوا على البدر التمام والمضلل بالغمام اكتملت عدتها التي أرادها الله تعالى لها ولم تحس بألم ولا وجع بل كانت بساعة وخفة في جنبها هذا والملائكة في صعود وفي نزول وقد حضرها المخاض وبينما هي كذلك إذ وضعت من إمام جيبوا البخور ويا العود على البركة المولود على البركة المولود على البركة جيبوا البخور ويا العود على البركة المولود على البركة عسى علينا يعود على جيبوا البخور ويا العود على البركة هالمولود على البركة هالمولود على البركة كنتوا نايمين في الجلوات هذا ما في ليش ما قصرت ما قصرت انتوا اللي حيتوا المكان ذكر الإمام الحسن العسكري وفيكم بارك الله إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد فرجعنا حولنا معكم ولا تفرق علينا ولا يرحمنا اجعل هذا البلد آمنا وبلاد المسلمين آمنا من كان في مجلس صاحب حاجة اللهم اقض حاجة المؤسس الحاجة لهذا الاجتماع والاستماع تقبل ما يرزقنا اقض حوائجنا وحوائج مشروبانا ومرضانا وحوائجنا ومتاطر يا الله لمن مات على الدين الجميع ثواب سوره الفاتحه مع الصلوات